خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فبشره بمغفرة وأجر كريم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسن قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم إنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط قل يحييها الذي أنشأها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما يعطيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.